قال لك ابن خاله بيشغله. بيشغل مين يا عم انت؟ بشاير المسلسلات تظهر على الناس، وانا كل يوم في حتة بتكريم باستضافة بيبي. اكبر رد فعل واعظم رد فعل وصل لك، وفي نفس رد فعل ضايقك؟ لا، انا اكثر رد فعل اسعدني فعلا اللي انا شايفه قدامي من الناس ومن الجرايد ومن المجلات. انا 45 سنه لم استقبل هذا الاستقبال الفاتح. حلو بجد يعني، بقالي الحمد لله يا رب، الحمد لك والشكر لك، من اول ما خلصنا وبدات بشاير المسلسلات تظهر على الناس، وانا كل يوم في حته بتكريم باستضافه بيبي. شيء يخلي قلبك يبقى مبسوط، يخليك لما تيجي بعد كده حتى تختار عمل تبقى قد مسؤوليه بقى اللي جاي، لان اللي جاي اسخن من اللي راح. اللي راح ده نجاح محسوب عليك بشكل كبير جدا، ازاي تعززه بقى ده اللي جاي. وبنتمنى انه ان شاء الله يبقى شيء جيد يعني. اصعب بقى الوحش اللي ضايقني ان في بعض المواقع اتكلمت يعني، حكت حاجات ما كانش لازم تتدخل فيها ولا تتكلم عليها خالص، واقحموها على الحكايه. يعني انا في لحظات النجاح والفرحه ما تقوليش بقى اصل كان في مش عارف ايه، وكان عمل ودخل وخرج و جابوا لك أزمة الأزمة والمحنة اللي كنت فيها. أنتوا مالكم يعني؟ خلاص ده موضوع انتهى، والحمد لله ربنا أنعم عليا بعفو وعفو رئاسي كبير جدا، بشكر عليه السيد رئيس الجمهورية، وبشكر الدولة المصرية إن هي بتعمل هذا العفو، لأنهم يعلموا تماما قيمة الإنسان، ويعلموا إذا كان مخطئ أو مش مخطئ. بس لكن انت بقى واحد موقع عايز تجيب لنفسك مشاهدة، وعايز تجيب لنفسك بني ادمين وناس يدخلوا ويقولوا لك مش عارف ايه، وهبص الاقي طبعا من الجماعات اللي اياها هيبدأوا يردوا عليهم وده مش عارف ايه وده ايه. انت عايز تعمل لنفسك مليون مشاهد، اعملهم يا سيدي، وخد $1,000 اللي انت عايز تجيبهم من وراء الحكاية دي، بس ما تأذيش مشاعر الناس. انا كان ببساطة ممكن ارفع عليهم قضية وقاضيهم، والمحامي بتاعي قال لي تعالى هرفع لك قضية وهكسبها منهم. قلت له لا 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 لا، دول ناس برضو كل واحد حر في اللي هو عايز يقوله. طبعا بعد كده انتخل قال لك انت موضوع ابن خالي امير كرارة، فكله كلمه في دي. قال لك ابن خاله بيشغله. بيشغل مين يا عم انت؟ يعني ده انا بشتغل من قبل امير كرارة ما يتولد، فانتوا بتتكلموا في ايه يعني؟ امير كرارة ابن خالي على راسي وكل حاجة، من حقي عليه ان هو يقول لي تعالى معايا في المسلسل ده، وانا من حقي عليا اذا لقيت ان فعلا امير يستاهل يبقى بصل المسلسل ده اقول طب ليه امير ما يجي يعمل. الله، طب ما هي دي سنة حياة، ما هوش يعني امير ما هوش اي حد، ده نجم طبعا. يعني بتتكلموا في ايه؟ وانا طب ما انا الحمد لله انا في موقع الحمد لله كويس قوي يعني، ومبسوط بتواجدي ده. فامير كرارة لا يعيب ان هو بيشتغل معاه او بيشتغل معايا، دي حاجة مش عيب يعني. طبعا ده بتحس ان في اوفر بيحصل في الحاجات دي. ما بص، الكلام الكتير ده اللي عايز يتكلم، انا دايما انا مقتنع جدا في الفتره الاخيره دي، اللي عايز يتكلم يتكلم، اللي عايز يقول حاجه يقولها، اللي عايز يقل ادبه يقل ادبه، اللي عايز يتكلم باحترام يتكلم باحترام. انا بتقبل كل حاجه ومسامح الجميع. جهز لي جديد بقى ولا ده احنا في فتره راحت استراحه محارب؟ هي استراحه ان شاء الله يا رب ربنا مطول، انما بقى بدات جاي لي مسرح دوله لسه يعني في مرحله المفاوضات ان احنا نعمل المسرحيه على البالون ونسافر بيها اسكندريه في الصيف ومش عارف ايه. فانا لسه لاني برضو بتحسس، انت عارف خطوات النجاح دي لازم تتحسسها كويس قوي، اكيد. فبتمنى ان ربنا يوفقنا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جدا استاذ، وشرفتني. شكرا يا فندم. شكرا.